ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن بالأمس لاحظنا العديد من التصريحات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي أثرت على أداء مؤشر الدولار نحو الارتفاع، وأيضا في حالة من الترقب في الأسواق لبيانات مهمة من الولايات المتحدة من المتوقع اليوم وأيضا اليوم غد. ما هي كيف تصف يعني تحركات مؤشر الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع وحتى نهايته؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا يوم أمس العديد من المستجدات الاقتصادية والتي شملت تصريحات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أغلبها أكدت بأن الفيدرالي الأمريكي متوجه لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للحد من معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير. كذلك أود الإشارة إلى بيانات اقتصادية صدرت يوم أمس، هي بيانات مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أظهرت انخفاض المؤشر إلى مستويات 98 نقطة. هذا المستوى هو ما دون نقطة 100 الفاصلة بين التفاؤل والتشاؤم، ليظهر بأن المستهلك الأمريكي بدأ يشعر بالتشاؤم بفعل ارتفاعات معدلات التضخم الهائلة، وبالتالي هذا المؤشر اعتبره أحد المؤشرات التي تدل بأن الاقتصاد الأمريكي ربما سيشهد تباطؤ واضح خلال الفترة المقبلة. هذا كله تسبب لانخفاض كبير بالثقة في الأسواق المالية. انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس، مما تسبب بطلب كبير على الدولار الأمريكي ليرتفع مقابل سلة من العملات. واليوم نحن أيضا بانتظار تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وأيضا رئيس بنك إنجلترا المركزي في بريطانيا، وكلها قد يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأمريكي قبل أن تصدر أيضا المزيد من البيانات يوم غد الخميس وصولا إلى يوم الجمعة مع مؤشر يسمى مؤشر ISM لمديري المشتريات، وكلها من المرجح أن تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن مع بقاء التضخم مرتفع مما يستوجب رفع الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي. نعم سركيس، في ظل هذه الظروف هذه المعطيات كيف تأثرت عوائد السندات الأمريكية؟ يعني لاحظنا ارتفاع طفيف في أدائها خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل عام، هل تتوقع استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في حالة عدم اليقين الموجودة في الأسواق؟ بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية، هي بالفعل تشهد حاليا مرحلة من التذبذب وبعض الارتفاعات في تارة والتارة الأخرى قليل من الانخفاض، لكن كل تداولات عوائد السندات الأمريكية تقع في مستويات مرتفعة نسبيا. إذا تكلمنا عن عوائد سندات استحقاق 10 سنوات للحكومة الأمريكية فهي تتواجد حول 3% أو أكثر من 3%، وهذا كله يعكس توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لتصل نهاية هذه السنة لأكثر من 3%. عوائد السندات الأمريكية من المرجح أن تبقى مرتفعة في ظل احتمالات رفع الفائدة، لكن هنالك بعض الطلب الذي نشأ على السندات الأمريكية يوم أمس، مما تسبب بزيادة الطلب عن انخفاض الأسهم، وهذا أدى إلى هذا التذبذب في عوائد السندات. نعم سركيس، أيضا في منطقة اليورو لاحظنا يعني الاجتماع خلال اجتماعات المركزي الأوروبي بالأمس يعني حديث واضح عن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولاحظنا ارتفاع طفيف في أداء اليورو، هل تتوقع استمرار ارتفاع اليورو بالرغم من الضغوط التي يتكبدها من جراء ارتفاع مؤشر الدولار؟ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فهو بالفعل أشار لاحتمال رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، وكذلك برفع آخر بالفائدة شهر سبتمبر المقبل، لكن بمقارنة خطوات البنك المركزي الأوروبي سنجد بأنها أبطأ وأقل مما هي في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. اليورو بالفعل حاول الارتفاع، لكن هذا الارتفاع بقي محدود وعدل للانخفاض هذا اليوم من مستويات الدولار وخمسة سنتات أمريكية إلى دولار وأربع سنتات أمريكية، وهذا يظهر بأن أي موجة صاعدة في اليورو في الوقت الراهن قد تبقى ضعيفة نسبيا مقابل قوة الدولار الإجمالية. الدولار الأمريكي يتداول قريبا من 105 نقاط وتحديدا عند 104.60 نقطة، وهذا يدل بأن الدولار الأمريكي قوي وقد يبقى قوي خلال الفترة المقبلة في ظل توقعات الفوائد الأمريكية. ويجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار إن حالة القلق التي بدأت تتسرب مرة أخرى إلى أسواق الأسهم هي مفيدة للدولار، لأنه يتم استخدامه لجني أرباح أسواق الأسهم. سركيس، يعني لابد من الحديث عن أداء الروبل في ظل هذه العقوبات، الحديث عن عقوبات من واشنطن وأيضا مجموعة الدول السبع، لاحظنا الروبل يواصل الصعود يعني تجاهل هذا الحديث وبقي في حالة من الارتفاع، ما الذي يعزز الروبل في هذه الأوقات؟
الآن العديد من الأسباب التي تسببت بارتفاع الروبل الروسي خلال الفترة الماضية، لكن سأركز حاليا على العقوبات التي تفرضها الدول على روسيا. عندما يتم فرض عقوبات هي تفرض على صادرات روسيا، بالتالي قد لا يكون هنالك العديد من المعروض من الروبل، بينما في روسيا هنالك انخفاض حاد بالواردات الروسية من العالم، وهذا يعني بأن الطلب على الروبل الروسي بقي حتى لو انخفض لكنه بقي أعلى من المعروض، حيث أننا شهدنا بالفعل انخفاض بالصادرات، انخفاض في الواردات، لكن الانخفاض بالواردات كان أكبر كثيرا من الانخفاض بالصادرات، وهذا ما أدى إلى أن يكون الطلب على الروبل أعلى من المعروض، وهذا الذي تسبب بارتفاع في الروبل، إلى جانب السياسات التي تتخذها حكومة روسيا من أجل الحفاظ على الروبل، خصوصا بتسعير أدوات الطاقة في روسيا بواسطة الروبل، وإجبار بعض الدول بالدفع بالروبل، مما يبقي على طلب الروبل جيد نوعا ما حتى لو أنه انخفض. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزال، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.